السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم ديما الجديد ديما حاضر معكم. اليوم اخوتي غنوريكم احسن عصير كنشرب، احسن مشروب عندي، ماشي مشروب سحري حيت ما كايناش شي حاجه سحريه كما قلت لكم غتشربها غتولي عندك البيسبس، ما كايناش. اذا اخوتي هذا غير كنعاون بيه، غنوريكم هذا المشروب شنو هما المكونات ديالو، بقاو معايا. المهم اخوتي عندي هنا جوج بيضات، اذا لاحظتوا عندي هنا البيض البلدي. بالنسبه للبيض البلدي اخوتي بلا ما نحتاج نقول لكم القائمه الغذائيه اللي فيه، حيت البيض البلدي هو تيهضر على راسو. عندنا هنايا الاكاجو، عندنا اللوز، عندنا الزبيب، عندنا هنايا إيلان والزنجلان. بالنسبه اخوتي إيلان ها هو هذا طحنته، وعندي هنايا الزنجلان هو هذا طحنته. اذا بالنسبه علاش طحنتهم اخوتي، باش من نخلط هذا الشيء ونديرو في مولينكس ما تخسرش ليا مولينكس، حيت الا خسرتيها الوالد ديالك غديكلاري عند بوك وبوك يجري عليك. ما عليناش. عندنا هنا اخوتي إيلان. إيلان علاش كنستعملو؟ كنستعملو حيت مزيان العظام، بالنسبه للناس اللي باغيين يصحوا العظام ديالهم، حيت دابا كتلقى كلشي باغي يطلع على الميسكل وكينساو ان العظام حتى هو عنده واحد الدور مهم. اذا إيلان اخوتي بالنسبه للناس اللي بغاو يصحوا العظام ديالهم. وعندي هنا الزنجلان. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو الزنجلان، هو السمسم. السمسم اخوتي مهم بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن ديالهم وكيعانيو من النحافه. هانتوما غتدخلوا لجوجل وغتكتبوا زعما القيمه الغذائيه ديال السمسم وغيخرج لك داكشي كامل. وعندي اخوتي هنايا التمر، 7 ديال التمرات كندير على حساب الفرد بالنسبه للسنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. وعندي هنا القرقاع حتى نكونوا كاع، وعندي هنا البنان، لافوكا، وعندي هنايا زبده الفول السوداني يعني زبده ديال الكاوكاو، وعندي هنا العسل. كنستعمل العسل اخوتي في عود السكر بالنسبه للناس اللي طامعين انهم يطلعوا واحد الميسك اللي يكون نقي، فمن الاحسن يبعدوا على السكر ويحاولوا يدخلوا الحلاوه من حوايج طبيعيين بحال الزبيب بحال العسل التمر من الاحسن. وعندي اخوتي هنايا خليت هذه اخر حاجه اللي هي القرفه. اذا غنقول لكم القيمه الغذائيه اللي كاينه في القرفه اخوتي، كنت كنستعملها في يامات الريجيم ميكش، غادي نطلع لكم كومبيتيسيون غنشارك. كنت كنستعملها علاش؟ القرفه اخوتي كتساعدنا باش نحرقوا الدهون، هي ما كتحرقش الدهون باش تكونوا فاهمين، حيت بزاف ديال الناس دابا غيوليو ياكلوا عادي وغيبقاو يديروا القرفه وغيسحبوا انهم زعما راه غينقصوا الدهون. لا اخوتي، هادشي كيبغي واحد النظام فهمتي غذائي اللي تكون متبعو، والقرفه غير كتساعدك باش تحرق الدهون، ماشي انت كتاكل السفه فيها القرفه وباغي تحيد الدهون، ما يمكنش. المهم اخوتي القرفه كتساعدنا اننا نزيدوا في انتاج الانسولين في الجسم ديالنا، يعني كترفع لينا مستوى الانسولين. والقرفه اخوتي الدور ديالها مهم بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكوليسترول، هي كتساعدنا اننا نخفضوا من مستوى الكوليسترول في الدم. اذا اخوتي القرفه عندها واحد الدور مهم، غادي نوريكم شي حوايج مهم، غادي نوريكم شنو تبقاو ديروا في ايام الريجيم. بحال مثلا كنت انا كنستعمل القرفه، كنت كنديرها فوق الماكله في ايام الريجيم. المهم غنوريكم بزاف الحوايج، بزاف ديال الاسرار، غيبقاو معايا. المهم اخوتي دابا غادي نقادوا المشروب ديالنا، غادي ندير هنايا البنان ولافوكا. بالنسبه اخوتي القرفه كندير غير معلقه صغيره من الاحسن، حيت هي ما مزيانش كثر من. المهم اخوتي اول مشروب ديالي جاهز، دابا غادي نخوف الكاس تقاين ناماس. المهم اخوتي انتم كما لاحظتوا هادشي راه جا تبارك الله كثير، دابا غادي نشرب دابا، ومن غادي نكون غادي لاصال عاوتاني غنشرب واحد قبل، حيت هو كيعطي لي انرجي اخوتي. اذا اخوتي مرحبا بكم حتى نتوما. المهم اخوتي دابا غادي نجربوا كيفاش جا هاد المشروب. البنان بالنسبه اخوتي هذا المشروب زعما منين عرفتو صراحه، هادشي كامل نصائح ديال الام ديالي، هي اللي كانت تقول لي كل إيلان كل زنجلان وهادي، حيت هي سبورتيف داكشي علاش هي اللي تعطيني النصائح. وان شاء الله قريب غادي نوريكم واحد الوصفه حق الله العلي العظيم
الى وصفه فعاله، ماشي زعما داك الشيء ديال كيف تزيد الوزن في 3 دقائق. لا اخوتي، وصفه ديال بصح، وان شاء الله قريب غادي ندير لكم فيديو وغتكون معايا الام ديالي. المهم اليوم اخوتي وصلتني واحد الحاجه وبغيت نوريها لكم. المهم اخوتي، اليوم وصلوني لي برودوي ديال افليت، غادي نكتشفوا كاملين شنو كاين هنا الداخل. بقاو معايا. كنبغي نشكر خويا مراد، شكرا بزاف على الموتيفاسيون ديالك، وشكرا بزاف على كل شيء. وضروري كنشكر الناس اللي كيتبعوني والناس اللي كيموتيفيوني اللي هما نتوما، شكرا بزاف وتحيه لكم واحد واحد. المهم اخوتي نوريكم كاع لي برودوي ونطلاقاو. يا نشوف اخوتي واحد القضيه واش تصدق فيا حتى انا نتحول لا دابا يا ولا دابا 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 ها ها المعقول. المهم اخوتي هادو هما البرودويات ديال افليت، صراحه كاليتي زوينه، التوب ديالهم مرطب، كتحس بهم حنان امي ونعوم الدلع. المهم الناس اللي بغاو هاد البرودويات غنخلي لكم السيت هنايا، دخلوا اختاروا اللي بغيتو. اليوم غنمشيو نجربوا حصه، عندي اليوم سدر، غنخدموا سدر، غنجربوا حصه بهاد البرودويات. بيسبس كيفاش يبان ناضي. الله يحفظكم اخوتي، شكرا بزاف، بحال اللي فهمتيني عارفكم تجاوبوني كتقولوا لي كاين. الله يحفظكم. المهم اخوتي غنمشيو نتريني وبقاو معايا، حاسه غدوز كلها موتيفاسيون كيف ديما، وتقاتل الا بغيتي توصل. يلا